بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على رسول الله. أيها الأخوات والأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو الثلاثاء 28/1445 هجرية المقابل 15/8/2023. رقم الحلقة 552 بعنوان لا لشهادة الدكتورة. أيها الأخوات والأخوان، مما لمسته في حياتي ومنذ أمد بعيد أن الألقاب والشهادات غلبت على التخصص وعلى العلم، وأصبح حصول على الدكتوراه هاجس، حتى أصبح بعض الناس كما سمعت من البعض يشترون شهادة الدكتوراه ليفاخر بها، وهو قد لا يعني ليس لديهم من العلم إلا قليلا. وأعرف ناس عندما حصلوا على شهادة الدكتوراه بطريقة أخرى أقنعوا أنفسهم بأن هذا آخر المطاف، وأنهم الطبقة العليا في المجتمع، وهم في نظر الرواء من هذا الخلق الكثير بأنهم الطبقة العليا. من هنا ذهبت أهمية العلم للعلم. الشهادة عبارة عن ورقة يكتب فيها ما يكتب فيها، ولكن الشهادة الحقيقية هو ما يحمل الإنسان في عقله وما لديه من العلم. أنا هنا لا أقلل من قيمة الشهادات أبدا، لكن بشرط الشهادة التي مستحقها من العلم. قيل لي كثيرا: لماذا لا تأخذ شهادة الدكتوراه في مجالات عدة؟ أقول لهم: تعدينا هذه المرحلة، مرحلة دكتور وبروفيسور. أنا شخصيا تعديت هذه المرحلة، وحتى باقرة العالم ما حصلنا أينشتاين ولا المخترعين عندهم شهادات أبدا، بل إنهم خارج النسق ويفكرون خارج الصندوق، وهم الذين يغيرون مجرى التاريخ. لكن عندما يتقولب الإنسان في لقب أو في شهادة، فإنه يعني يسجن نفسه ويكون في نظر الرعاة فلان أتى برتبة كذا وشهادة كذا. ومما رأيت في عملي وأكون صادقا وأمين أنها ليست ألقابا فقط، في كثير منها في مجال الطيران كما أدركت ذلك وفي غيره. العلم لأجل العلم. أنا أعرف ناس من معارفي، سواء زملاء أو غيرهم، ولهم رتب عالية وشهادات وإلى آخره. أكثر الناس يحرص يأخذ شهادة دكتوراه أو شهادة أو رتبة من أجل المركز الاجتماعي ومن أجل الناس. هذا الرعاة، بعض الرعاة يعني الدبماويين يعني الذين الله المستعان، أتاكم فلان وأتاكم فلان، قيل لي نكرمك، فرفضت ذلك. تكرمنا على ماذا؟ ماذا فعلت؟ فأنا أدعو العلم لأجل العلم. لا أريد أن أخذ شهادة ثم لعلي قد لا أقنع نفسي أني خلاص وصلت. لا، تعدينا هذه المراحل، يعني هذا دكتور وهذا بروفيسور وهذا، انتهينا منها. أنا لا أقول هذا بكبرياء وأقول من يختبرني، لا، وإن كان في النفس الشيء الكثير من هذا، لكن هذه حقيقة. يقول لي طه حسين وكذا، قال من يختبره هو في الدكتوراه؟ يعني أنا أدعو للعلم لأجل العلم.
حتى لا تجد من يختبرك. هذا الذي أنا أدعو له، التميز. في حكام كثير ودكاترة وألقاب كثيرة، ولكن تبقى كلمات وأوراق. قد زرت شخص عنده 14 شهادة في المجلس، لا الله المستعان، ما عنده حتى لغة. هذا الدكاترة والزملاء وكذا ما يتكلم اللغة الإنجليزية، تخيل. ولكنه في نظر هذا الرعاة أنهم شيء. حتى لما يموت واحد، توفي الشيخ فلان بن فلان، والله ولا شيخ ولا شيخ، عبارة عن كان اللي كان الشيخ، ولا اللي يبغى يسوي مجد ياخذها بالتعب. التعب تحصل سواء في هذه الحياة والحياة الآتية. أنا من هذا المنبر أدعو للشرفاء والأحرار الذين ما يهمهم المدح، لا يهمهم مثل الجبل لا يزيد رمي بالأحجار إلا كبر، أن يركزوا على العلم لأجل العلم. مررنا بهذا المراحل، انظر للناس اللي في سني وغيري وأكبر، وزنا علميا كل إنسان بوزنه إلى آخره، ولكن الذي لا يستمر في تحصيل العلم فبالتالي إنها ينقص. مثال عندك مخوال، المخوال هو دار أو غرفة، ذاك يسمونه مخوال، فيه النير، فيه الجبر، فيه الحب، كل يوم تأخذ منها شوي ينقص، لكن النهر كل يوم متجدد. مع الأسف تردت المستوى العلمي والتعليمي بشكل خرافي، يعني حقيقة شيء غريب مرة. ثم ماذا؟ ثم انظر إلى الدول، كيف انظر إلى الصين، China is rising up. انظر إلى هذا الصين الذين يعني الكلام فيهم يعني ما بداعي له، لأنهم لا يحتاجون لشخص مثلي وأشكالي اللي يتكلمون عن إنجازات الصين العظيمة، رغم أنهم يؤمنون بالغيبيات هذه، الميتافيزيقية هذه الذي أشغلونا بها، ربطونا بالغيبيات، فارتبطنا بالغيبيات سوينا كل شيء. بينما هو هذا الصح، ارتبط بنفسك أنت، يدو إت يور سيلف. حتى أن الناس يعني أو بعض الناس يعني يكمل النقص اللي فيه، أو حتى يمشي مع المجتمع، أكثرهم يعني مدح وشيلات وكذا، وبنسوي فلان نذبح حد فلان، وعبارة عن كلمات ليس إلا. الله قال فأما الزبد فيذهب جفان، وما ما ينفع الناس فيهم كذب الأرض. نريد العلم لأجل العلم. هذه الألقاب، هذه المستويات، الشهادات التي ضاعت عند كثير من الناس، وأنا أدعو من هذا المنبر، أتمنى من يزورني ويتناقش معي، من أي إنسان، سواء بروفيسور دكتور أي إنسان، وهذا جوالي، وأتمنى أن يأتوا لنتناقش في أي موضوع، لأثبت أن الوزن المعرفي غير الشهادة. ومستعد أقوم بضيافته من يأتي، حياه الله. وجوالي 050-165-7215، ومن الخارج البلاد 00966، والرقم. أتمنى للثراء المعرفي، لنرى ماذا لدينا من منفع البشرية. والشهادات والألقاب هذه لندعها جانبا، ونحن أولاد اليوم. وقد كتبت كثيرا وأعلنت في هذا اليوتيوب، وسيلة التواصل الاجتماعي، ليقدم من يريد يتحدث معي،
لأثبت وجهة نظري فيما ذهبت إليه، لأن أن الشهادات والألقاب لم تزيد أكثر الناس إلا جهلا وترديا في وحل الجهالات. الحياة مدرسة، ما نستطيع نقول خلاص نتوقف. استمرارية العلم والتعلم مثل استمرارية تنفس الهواء والأكل والشرب. كل يوم نكبر، كل يوم لازم نزداد معرفة. العلم مذكور في القرآن الكريم، العلم وإلى آخره، والعلم اللي يحكم حركة الحياة، الدول والمجتمعات والأفراد. أما العمود الفقري هو العلم، كيف تفعل أي شيء علم، كيف تنجز أشياء علم. والعلم معروف يعني أهم شيء. طبعا الوقت، على أسف إضاعة الوقت كلام يعني تكلمنا فيه كثيرا. كل يوم لازم تزداد معرفة. قالوا فلان بروفيسور، طب بروفيسور في وقت ما في مجال ما. أنا كنت يمكن أكثر من بروفيسور ودكتور في الطيران. السؤال، هل أنا لازلت ولا نقصت معلوماتي؟ إن الكوستشن أزعم أني يعني لازلت، ولكن زعمي هذا لا يفيد ما لم اختبر، ما لم يسأل لي الناس. أتمنى من زملائنا الطيارين على ستيم الثيرتي يتواصلوا معي ونرى بعضنا من بعض كم باقي لدينا من العلم والمعرفة التي رسخت في الذاكرة. هذا هنا الكلام، كم لدينا معرفة في شتى مجالات الحياة، من المعرفة التي لدينا في نفس اليوم في نفس اللحظة. عندما يقابلني شخصا مثلا، أنا لي 36 سنة ما طرت طيارة، فعلا 36 سنة نفس. ولكن أتمنى الناس يتواصلون معي لنرى كم باقي لدينا من المعرفة من نفس الطيران، نفس التخصص، طائرة السنة 30. طبعا الجي والإتش، سوري الإتش والإي، لأن الجي نيو جنريشن ما تركناها، هي طلعت بعد 96 أعتقد. يس، لأن زرت مصنع الطائرات في أتلانتا جورجيا، استقبلني مستر بيل هبلر وذهبنا لمريتا، هي بعيدة من أتلانتا العاصمة. رحنا المصانع، كان في آخر طيارتين في البرودكشن لاين لكندا، وكانت ما قد طلعوا هذيك الأيام، أعطيتهم تحسينات إلى آخره. هنا الكلام، هنا النولج، هنا العلم اللي يبقى في الذاكرة. شباب، ثم أني لا أريد، ولا هذا ليش تكبر، أن أحمل شهادات يحملها البعض الذي لا أريد أن أتكلم. لا يا أخي، أنا أريد أن يتميز الإنسان، يتميز، يستمر. في ناس مثلا يسافر يقطع 200 ميل بعدين يوقف، وعد 500 ميل، وعد كذا، وعد يستمر. هذا اللي أدعون استمرارية في التحصيل العلمي على طول. والعلم مهم جدا في الإسلام وفي غير الإسلام وفي الآخرين. أتمنى أن نركز على العلم لأجل العلم. أما الشهادات والألقاب هذه فتقدر تحصل عليها، ويتليق بأصحابها، لا تليق بي أنا شخصيا، وليس تكبرا والعياذ بالله، ولكن حتى لا تكون عقبة أمامي في التحصيل العلمي. حتى لا أقنع نفسي، قد من يدري، رغم أني أحارب هذا الشيء، بس قد يتغير الإنسان ويقول أنا بروفيسور، أنا دكتور، أنا بليونير، أنا حاكم، أنا فيقنع نفسه أنه شيء، ثم يتوقف يسوي يعني ينحدر إلى الحضيض ويذهب إلى مزابل التاريخ. العلم لأجل العلم، أنا دائما أدعو من هذا المنبر، وأوجه هذا الكلام لنفسي وأبنائي وغيرهم والأقربون والأبعدون، أن نركز على العلم
العلم لا يقدر بثمن، وإن كبير القوم لا علم عنده صغيرا إذا التفت عليه المحافل. القرآن الكريم فيه يعني العلم معروف معروف يعني ذكر كثيرا، ما أريد أن أسترسل هذه بهذا الكلام لك أنا حتى لا يقال لي لماذا لا تأخذ شهادة دكتوراه في مجالات كثيرة وتصير بروفيسور وكذا، هذا ردي عليهم، و حتى لا يعني يكون هذه الألقاب وهذه الشهادات حجر أثره في استمرارية العطاء والإنتاجية، لأن كل يوم الله يعطيك وقت يجب تنتج وتستمر، وقواعد الحياة معروفة، لا تأذي حد، لا تجبر حد على شيء، لا تغتصب حد يعني في ماله ولا في يعني علم ولا شيء، أو يعني لا تأذي حد، ما يجوز تمسك حيوان وتسخره، ما يجوز، هو لا أحد، ما يجوز تغصب سيارة واحد أو ماله أو بيته، ما يجوز ولو كان قضيب من أراك لننهض وتكون لنا قضية كبرى هي العلم. حتى ألقاكم في حلقة أخرى، هذا أخوكم ومحدثكم سعيد بن ظافر بن سعد بن شعفة، أتمنى من الأخوة الذين يتواصلون، لأن أتيني اتصالات كثيرة ما أدري مجهولة فما أرد عليها، الذي يريد التواصل معي للنقاش ولتبادل المعرفة لأن كلنا نستفيد، يرسل لي رسالة واتس ويعلمني باسمه إلى آخره، حتى أرسل الموقع حتى نتكلم. وفقكم الله وفقنا جميعا لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.